أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. الحمد لله، تكلمنا في المرات السابقة عن دعوته صلى الله عليه وسلم للأفراد والأشخاص الذين أسلموا، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. واليوم إن شاء الله في هذه الحلقة نتكلم عن دعوته صلى الله عليه وسلم لأفراد المشركين ممن لم يسلم. ناخد نموذج أو اثنين ممن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: دعوته صلى الله عليه وسلم لأفراد المشركين ممن لم يسلم، دعوته صلى الله عليه وسلم لأبي جهل. أخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبة قال: إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، يعني بعض طرقات مكة، الزقاق اللي هو الطريق الضيق، الطريق الصغير يسمى زقاق. إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، ألم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله؟ فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منته عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أن قد بلغت، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حق لاتبعتك. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما مشى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل عليه. أقبل على مين؟ أبو جهل أقبل على المغيرة بن شعبة اللي هو ماشي معاه، فهيقول له إيه بقى؟ فقال: والله إني لأعلم أن ما يقول حق، والله إني لأعلم، يعني أنا متأكد يقينا أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن يمنعني شيء. شوفوا بعض حاجات بقى، موانع الهداية: أن بني قصي، بني قصي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم من أجداد قصي، الجد الرابع للنبي عليه الصلاة والسلام. قصي هو أول من جعل الإمارة والسيادة لقريش. قالوا: فينا الحجابة؟ فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا السقاية؟ فقلنا: نعم. الحجابة يعني خدمة البيت، خدمة الكعبة، تولي أمرها، فتح الباب وإغلاقه، مفتاح الكعبة يبقى معاهم يعني. قالوا: فينا الحجابة؟ فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا السقاية، يعني سقاية الحجاج والعمار، وده شرف. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا الندوة، المشورة، دار الندوة. فقلنا: نعم. ثم قالوا: فينا اللواء؟ قلنا: نعم. اللواء اللي هو علم الجيش اسمه لواء. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: منا نبي، والله لا أفعل. يعني اعترفنا لهم بسيادتهم في الأمور الدنيوية فقط، ولا نعترف بالأمور الأخروية، يعني هياخدوا كل حاجة. يعني هم اعترفنا لهم بالحجابة والندوة والسقاية وكذا وكذا، وبعدين أطعموا وأطعمنا في الأمور اللي نقدر نحكيهم فيها حكيناهم، إنما النبي ده هنجيبه لهم منين؟ وإحنا مش هنتبعهم. ولهذا منعه من الهداية. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة بنحوه كما في الكنز، وفي حديثه: يا أبا الحكم، هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدعوك إلى الله. وفي النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطبه يقول له: يا أبا الحكم، يعني بأحب الأسماء إليه. طبعا أبو جهل اللي هو عمرو بن هشام، النبي عليه الصلاة والسلام كان دعا اللهم عز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فجعل الله سبحانه وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. المغيرة بن شعبة اللي هو مع أبو جهل هنا، هذا الرجل في هذا الوقت كان على الكفر، ولكن أسلم بعد ذلك. دي كانت أول بداية، يعني أول طرقة
من طرقات من يعني طرق الحق لي، أول طرقة تدخل إلى قلبه. فهو اللي روى بعد كده حديث إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، المغيرة بن شعبة. فدي كانت بداية أسباب إسلامه. دعوته صلى الله عليه وسلم للوليد بن المغيرة، ده واحد تاني خالص، الوليد بن المغيرة ملوش علاقة بالمغيرة بن شعبة. أخرج إسحاق بن راهوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال يا عمي إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام يعني كاد أن يسلم، وتكلم فيه كلاما جميلا، يعني إن له لحلاوة إن عليه لطلاوة زي ما هنسمع دلوقتي. فراح له أبو جهل لعنة الله عليه وقال يا عمي إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال لما؟ قال ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض ما قبله، يعني كأنك رايح لتطلب منه شيء، يعني في شيء من التعرض يعني بيستفزه. قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له، يعني أنت لما تتبع محمد ناس كتير هتتبعه، فشوف هو راح يصد عشان هذا. فتكلم فيه بكلام، يعني أبو جهل أراد أن يتكلم بكلام يجعل الناس يظلوا على الكفر كما هم. قال وماذا أقول؟ والله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجازه ولا بقصيده مني. ما منكم رجل أعرف بالأشعار، يعني وكان من أبلغهم. الرجز بحر من البحور في العروض، ونوع من أنواع الشعر يكون كل مصراع منهم مفردا، تسمى قصائده أراجيز. ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني. نعم، القصيد اللي هو مفرد قصيدة، وابن جني بيقول الذي في العادة أن يسمى ما كان على 3 أبيات أو 10 أو 15 قطعة. فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن. ده حتى كمان يعرف أشعار الجن كمان، يعني مش أشعار القريش أو الإنس بس، يعني كمان عنده علم بأشعار الجن. والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن عليه لطلاوة، يعني رونقا حسنا جميلا، له جمال وبهاء. وإنه لمثمر أعلاه، زي الشجرة المثمرة، مغدق أسفله، أي كثير غزير، يعني يقال غيدق الرجل إذا كثر بساقه. فالغدق اللي هو الماء الكثير، مغدق أسفله يعني عميق. وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يعلو ولا يعلى، يعني لا يعلى عليه، يعلو على أي شيء. وإنه لا يحطم ما تحته، يا سلام، يعني اللي يسمع القرآن ويدخل القرآن إلى مسامعه ويكون شوية من أهل الذوق ما يعرفش يسمع حاجة تاني، يحطم القرآن، يقضي على ما تحته على ما دونه، كلام بليغ جدا. والوليد بن المغيرة ده يعني بيشهد بهذا وهو على الكفر، وهو من أفصح فصحاء العرب وأبلغ بلغائهم في كل يعني التخصصات اللي سمعناها في الشعر وفي القصائد وغيره وغيره، أشعار الجن. قال لا يرضى عنك قومك، يعني أبو جهل بيقول له بقى قومك مش هيرضوا عنك، لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، يعني لابد تقول حاجة.
قال قف عني حتى أفكر فيه. قال له اديني مهلة كده. وصف القرآن بقى في الحتة دي أنه قدر وفكر ثم قتل، أنه قدر ثم قتل كيف قدر، يوصف لنا بقى قف عني حتى أفكر فيه. فلما فكر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني يأثره عن غيره. سحر يؤثر يعني يروى ويتعلم، يعني ده هو جايب الكلام ده عن غيره، ملقاش حل بقى يقوله طبعا. فنزلت في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. ربنا توعده بقوله سأصليه سقر، يعني أضل أبو جهل بعدما كاد أن يعرف الحق. نعم، هكذا رواه البيهقي عن الحاكم عن عبد الله بن محمد الصنعاني بمكة عن إسحاق به، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلا فيه أنه قرأ عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، يعني القرآن اللي النبي عليه الصلاة والسلام قرأه على المغيرة بن شعبة هو هذه الآيات من سورة الإيه؟ من سورة النحل. فنرى يا إخواننا الكرام يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم ييأس من أحد، دعا الكل، اللي هيسلم واللي مش هيسلم، كان عنده شفقة ورحمة بالجميع، الكافر واللي عنده غلظة واللي عنده شدة اللي هو بيصد عن دين الله وعن سبيل الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يأس من أحد. أبو جهل اللي هو يعني صنديد صناديد الكفر، النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه كم مرة، حتى يعني جاء في الأثر أنه ذهب إليه أكثر من 70 مرة يزوره. وأبو جهل يعني في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه في يوم ممطر شديد المطر ويقول والله الذي جاءني في هذه الساعة لا أرده إلا بمسألته، وبعد ما يفتح إلى النبي عليه الصلاة والسلام ف يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا يكل ولا يمل. نكتفي بهذا القدر من دعوتي صلى الله عليه وسلم ممن لم يسلم أفراد المشركين، وإن شاء الله في المرة المقبلة نتكلم أو في الحلقة المقبلة عن دعوته صلى الله عليه وسلم للاثنين والجماعات، يعني في أفراد النبي دعا بعد كده النبي يدعو أشخاص مزدوجة اثنين اثنين أو جماعات، فيبقى في دعوة انفرادية دعوة جماعية في دعوة خصوصية، النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يروح لواحد مخصوص، وفي عمومية يعني عموم الناس. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.